الجديد إن شاء الله غادي يكون في الشهور القادمة إن شاء الله. لازلنا في نقاش بحال كما وقع لي في عالم تاني وزمان بيدور. بقيت دائما كنبغي ملي ندير شي خطوة تكون خطوة في محلها، دونك ما تنكونش متسرعة وكل شهر سينجل كل شهر أي أغنية كما كان نوعها. كنبغي دائما نكون شيء متقن، والحمد لله كما الأغاني اللي فات تعلمتني وغيرها وزمان بيدور لقى صدى جميل من الناس، سواء خليجية أو عراقية أو مغربية أو كما كان نوعها، غادي تلقى صدى جميل إن شاء الله. هي مغربي حس شنو كتعمل مع رشيد محمد علي، كنتي معاه في الدار ديالو، فواش هي مغربية ولا بين وبين؟ ولكن اللي كان العمل اللي كنشتغل مع الموزع الأكثر من رائع الأستاذ رشيد محمد علي، حاجة جديدة، حاجة كاع المغاربة تقريبا واللي تتلاقى معايا تيقول لي ديريها، دونك قررت أن نديرها. إن شاء الله نخليوها مفاجأة، غتكون في واحد ليفينمون كبير إن شاء الله. مشاركتي في ستاند اب كنت فرحانه بزاف بزاف كمشاركه من ضمن الفنانين اللي كانوا اليوم، وفرحانه انه كنت في الحلقه النهائيه، فكنقول لك ختامها مسك، ففرحت بزاف وكنقول الله يوفق الشباب اللي كانوا مشاركين لانهم مبدعين صراحه، وكنقول برافو عليك زكريا توفقتي، والباقي كنقول لهم ان شاء الله دائما تاملوا بالخير ويكون عندكم هدف وطموح باش توصلوا ان شاء الله. انا من الميك اب ارتست اشرف ذكرتي تواصل معهم، وان شاء الله غادي يكون عندهم الاسبوع في اخر مارس، وان شاء الله كنتمنى على الله ان يكون من ضمن الحاضرين في هذا الحدث الخيري اللي كيستحق صراحه. شوفي، لو كان في وقت اخر، ولو كان في موقع اخر، ولو كان بطريقه اخرى ثم الاعلان عن هذا الخير كنت غنمشي، ولكن كنقول لهم الله يوفقكم، وسواء كنت ولا ما كنتش كنقول لكم الله يوفقكم، ان شاء الله نشوف وليداتكم يا ربي، وتهلا فيها وتهلا فيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.